بسم الله والله أكبر كبيرا وسبحانه بكرة واصيلا. تختم الآية الكريمة 165 من سورة البقرة ذكاو لافاش، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وقت يتولي أمامك العذاب ما عادش عندك ما يشغلك ويرعبك ويهدك ويمر لك عيشتك، العذاب أمامك يعني مش يخطفك الوقت دو هابي ترشي دو لتا بوس مورتم، يعني بعد ما مت مش ترى العذاب، خاطر في الدنيا ما ريتوش العذاب، ريت كان الحسان والأموال الكثيرة والجياد والسيارات والطائرات ريتهم، لكن شوف بعد ذلك مش ترى كيما الكلب ترامب ترامبور ترامبي وانتي ماشي، والكلاب ذوكم الصهاينة عاد بما فيهم نتنياهو وما أدرك نتنياهو سترى بعد النهار كله انت تورينا في عرض كتافك وتورينا في تصميمك باش تقضي على الإسلام، سترى بعد حين ما لا يروق لك أبدا على مر الأيام، أيام الدنيا والآخرة هي غافل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، فما حتى قوة تعطي بالك، والله لولا الله ما أعطاك قوة سياسية ولا قوة بلاغية ولا خطابية، من لحين ليختبرك ويرى لي أنت أذل الأذلين، مريتش لي المدد ذاك اللي جاك في معالم السياسة وغير السياسة وغير وغير وغير، ما أنا مريت هذه كلها نبعة من رب العالمين، وهو الملك الذي لا نظير له، وهو يتصرف من ملكه ولا يقبل أي شريك في ذلك التصرف. أنت خذيت أيامات صرفت معك رياح مواتية، لكن بعد حين تنقلب عليك الأحداث وترى ما لم يكن في حسبانك، ثم أنت وحيلمتاك ومقالبك شنية هي قدام خلق الله، ما شكونك أنت اليوم قهرك للعرب ومتحملهمش وكيف تبدأ تحذف مع أندادك منهم تظهر عليك نوع من البغض الشديد، يعني يظهر على وجهك الكالع رغم اللي وجهك في المورفولوجيا لا بأس به، أما وقت واحد ينظر نظرة أخرى اللي وجهك يكشف شيء من روحك النتنة، وقت لما موك اللي أنت من أبغض الناس إلينا نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام.